أغلى 3 دوريات أسيوية كقيمة سوقية. عندنا الدوري الصيني تكلفته 573 مليون يورو، يعني أضرب في 4 ها عشان أريحكم بالحسبة، يعني 2 مليار و200 مليون ريال على الأقل. الدوري السعودي قيمة اللاعبين قيمة اللاعبين السعوديين وغير السعوديين في الدوري السعودي تبلغ 353 مليون يورو، يعني تتكلم في حوالي 1.4 مليار ريال سعودي على 16 نادي. الدوري الياباني في المرتبة الثالثة ب 339 مليون يورو. تعال نشوف أغلى 5 فرق سعودية من قيمة، من حيث القيمة السوقية، قيمة اللاعبين السعوديين وغير السعوديين. النصر في المقدمة 57 مليون يورو، 57,700,000 يورو تكلفة فريق نادي النصر الأول لكرة القدم كلاعبين، نتكلم فقط لاعبين سعوديين وأجانب. الأهلي في المرتبة الثانية تكلفته 55,800,000 يورو، تضرب في 4. في المرتبة الثالثة الهلال ب 45,600,000 يورو. المرتبة الرابعة الاتحاد ب 31,150,000 يورو. الاتفاق في المرتبة الخامسة ب 25,530,000 يورو، يعني تضرب الاتفاق مثلا 25 × 4 يعني 125 مليون ريال كذا، وانت شايف الاتحاد 31 مليون يعني 31 في 4 اطلع لك 120-130 مليون ريال سعودي. الهلال 45 مليون ضرب 4 اطلع لها 160-170 مليون ريال. الاهلي 55 مليون يورو تضربها في 4 اطلع لك 200 وشوية مليون ريال. النصر 57,700,000 تضربها في 4 تتكلم عن 230-240 مليون ريال سعودي. نشوف مين اغلى 10 لاعبين في الدوري السعودي بالأرقام. أولا جوليانو في النصر 14 مليون يورو، 14 في 4 يعني تتكلم لك في 55 مليون ريال تكلفته. في المرتبة الثانية سوزا في الأهلي 12 مليون يورو، 12 في 4 50 مليون ريال. أحمد موسى في النصر 12 مليون يورو، يعني تكلم لك 48 مليون ريال تقريبا. جانيني في الأهلي في المرتبة الرابعة تكلفته 9 مليون يورو. في المرتبة الخامسة عمر السوم من الأهلي 8 مليون يورو. في المرتبة السادسة كاريلو الهلال ب 7 مليون يورو. رقم 7 نعيم السليتي في الاتفاق ب 7 مليون يورو. رقم 8 لوكاس ليما لاعب الأهلي ب 6,500,000 يورو. جوفينكو من الهلال في المرتبة التاسعة ب 6 مليون يورو. في المرتبة العاشرة الكسندر الاتحاد 6 مليون يورو. يعني أرخص لاعب من التوب 10 الكسندر اللي في الاتحاد ب 6 مليون يورو، 6 في 4 يعني أرخص لاعب في التوب 10 ب 24-25 مليون ريال. نطلع فاصل أحسن.